ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير دايما. معاكم جو من قناه كرشوي وحبيب قلبي عم الزبق العالمي ساسا، حبيبي يا جو، وحبيب قلبي عم الزبق العالمي كوكو، حبيبي يا جو، ورمضان كريم عليكم كلكم. ساسا اهو طيبين، ساسا اهو تعبنا في رمضان بقى يجي بدري اخيرا. عرفت بحاول. ايوه اليوم انه احدى ايام الحلويين، الحلويين احدى ايام السعاده. واختياري اختيار ساسا حصل. لما نشوف جاب الثقه دي كلها، ربنا يستر. انا يعني بخاف منهم هم الاثنين. لا احنا قلنا حاجه جديده وحاجه لسه يعتبر افتتاح ليها، فقلنا ان احنا نجربها. قول لنا طب ايه هو المطعم؟ حليب حلب. هو اسمه بصراحه حليب حلب. طب انا اكل حليب حلب ليه؟ ما حليب حلب ياكلوا حلب، انا مالي انا. انا اقنعتهم بالعافيه بحليب حلب. ما الاسم يا جماعه يعني. حليب حلب. ماشي اتفضل. عايزين منهم يا باشا، عايزين 20000 لايك شير في كل مكان، واللي لسه ما اشتركش في القناه يجيب من حليب حلب ويجي ياكل معانا ويشير الفيديو. ايوه، ويفعل زر التنبيهات علشان يوصلوا كل جديد. هنجيب كل ما هو جديد ونرجع لكم على طول. اوعوا تروحوا اي حته. 1 hour later. ويلا بينا بعد حوالي 4 ساعات عشان الكهرباء كانت قطعه علينا واحنا مهيسين ما شاء الله، او هيسنا يعني، وصلنا لمرحله التهييس زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه معانا من حليب حلب ده عبارة عن لا أعرف بالمكسرات، في فستق وكاجو وزبيب، ومن تحت كده رقات وبندق ولوز ماشي. اسمه كلاشينكوف ب50 جنيه. ده اختراع بس هما مش كاتبين هو فيه ايه، احنا بنحاول نستكشف. يلا يا ولاد يلا يا عم. بسم الله. ايوه واحدة كده ايه فيها كل حاجة. ده كورن فليكس يا ولد. معرفش هيبان. لا ده الرقات اللي هي بتاعت ال ام علي ميلفي. ميلفي ايوه بقى، ما اتلخبطناش. يلا بينا يلا. في رز بلبن تحت، ده رز بلبن خاماته حلوه وتقيل متكلف اعلامي. واخد حته الكاش واخد بتاع ده كتير قوي، مكسرات كتير قوي، مكسرات من الغاليه. غرقان. اوكي احنا في الحلويات ما بنتوصاش. الفكره ان الراجل ده واثق من نفسه. ليه؟ لانه جه فتح في مصر الجديده في وش مين على طول بلبن في وشه، فهو عارف هو بيعمل ايه. انا بيني ما بينكم انا قلت هياخد مقلب في نفسه وبلبن هينفخه. لا هو بدايه قويه جدا 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 قوي بصراحه. كنا عمالين نقول شكله مقلب وبتاع بس خذلنا كلنا. جامد. الرز بلبن تحفه، الملفيه تحفه، المكسرات طازه وفريش وجميله، والزبيب كل حاجه بصراحه جميله. بكام؟ ب50 جنيه. ب 50 جنيه. هو انا يعني لا، المكسرات كتير. يستاهل. لا يستاهل. طيب يبقى خلاص، يبقى طالما انا كنت هنزله بس درجه عشان السعر، بس انا مش شايف في حاجه. طب انتوا هتديله كام؟ 10 من 10 اللي بعد كده على طول مش محتاج. يلا يتحدث عن نفسه، نجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. ورجعنا يا جماعه. تاني حاجه معانا وهي القنبله، وهي بسبوسه ومكسرات وفراوله وتفاح ورز بلبن. طبق شكله جامد قوي وثمنه 50 جنيه. هل هو بيقلد الكرنك ولا لا؟ بس انا شايف بصراحه لا، هي فيها اختلافات عن الكرنك. طبعا. يلا بينا يا ولاد. طبعا الايس كريم ما بقاش ايس كريم طبعا مبدئيا. لا خلاص بقى، ما كل سنه وانتم طيبين. اديله. يا لهوي ايه ده؟ في ايه؟ يا لهوي هي معلقه الواحده مش كفايه. طيب بص، سماكه الرز بلبن ماسك الرز بلبن يا جماعه مكثف. يلا يا كوكو. اوكي يعني بص، مع ان المكسرات بقى لها قد ايه لسه طازه فريش. طازه لسه طازه فريش. الفراوله، عايز اناشد الفراوله والتفاح. هو يعني هو شكله كان فكهاني الراجل ده، جايب بتاع ده فواكه فريش قوي. سامحونا احنا مش عارفين نركز معاكم. جامد يا جماعه. وفيها موز. البسبوسه تحفه وسكرها قليل علشان يعادل مع السكريات بتاعه الرز بلبن. المكسرات جامده، الفاكهه جامده، الرز بلبن جامد قوي قوي. انت خدت بالك ان الصلصه كان بيسحرنا دلوقتي؟ سمعت الخبطه بتاعته. ايوه دي بتاعت السحور، ما ده وقت السحور دلوقتي. ايوه. فاجئني حليب حلب، انت جميل جمال. انا حاسس ان يعني حليب حلب جميل جمال. لا برافو. هتدي له كام يا شباب؟ برضو الطبق ده برضو ادي له 10. ما لا صراحه مش مشكله بصراحه. لا يعني ما انتوا عارفين يا جماعه احلى سلام بتوع الاعلانات. ابعدوا عننا بالله عليكم. ولو انتوا شايفين ان احنا بتوع اعلانات سيبونا في حالنا بس.
سيبوني ناكل عيش. احنا لا يا عم احنا بنقول كمان يرضي الله. لو ده اول ما جه وبالايس كريم بتاعه كان هيبقى في حته ثانيه خالص. المكسرات بتفكرني بعدنان. المكسرات طازه زي عدنان. ما شفتش بعد عدنان حد الا ده بصراحه. جميل مميز جدا. بس لو هنتكلم بما يرضي الله بقى، عدنان سعره ارخص وبيستخدم لا عدنان سعره ارخص واحجام اكبر. سعره اغلى دلوقتي. ماشي انا بتكلم عن ما جبنا، طالما احنا جبنا سيرته عشان الشهاده لله نشهد للراجل، احجامه اكبر والكواليتي بتاعته جامده برضو لا تقل شيء. عموما لو فتح جنبنا في مصر الجديده ممكن نبقى نجربه مره ثانيه، نعمل مقارنه. نعمل مقارنه صحيح ونروح ناكل بلبن و ما تحرقش بقى الافكار بقى. بلبن وعدنان وحليب حلب. وحليب حلب خلاص. عشرات عشرة. اللي بعد كده اليوم الحلو ده. احنا اتفضحنا كنا بنغني اليوم الحلو ده. يا نار اخضر. هو في ايه بس يعني؟ طيب انا مع الكهرباء قطعت واحنا بنغني ايه اليوم الحلو ده مكملين يعني. فاتفضحنا على العلن. طيب احنا حاليا بنسخن اللبن وهنحطه على الكسكسي ونرجع لكم بتاع حليب حلب. ايوه ويلا بينا. بعد ما سخنا اللبن زي ما انتم شايفين الكسكسي كده قبل ما نحط عليه اللبن اللي انا بوقعه ده ولحظة الحقيقة. سعره كام ده يا اولاد؟ كسكسي بالمكسرات وعليه حتة كنافة سعره هنقول له السعر سايبينه تحت. خلاص احنا سايبينه تحت ب 45 جنيه. لقينا سعره على كسكسي معرفش ما خبرش. هو ما جابش معاه سكر؟ ما اظنش. لا يا جاب يا ما جابش. ما جابش لا. طيب يلا بينا ندوق كسكسي. يبقى هو ايه واثق في حاجته. يلا يلا يلا. انتوا ليه بتستنوني؟ ما لا عادي صاصه منفعل يا جماعه. طير نص المكسرات. ايوه عشان انا يعني قال لهم نجيب المطعم ده. فانا مبسوط منفعل حبتين. يلا بينا نتذوق. يلا قفشت السمع البلدي في الاول. طبعا طبعا كسكسي من البلد. اقول ايه ولا ايه ولا ايه؟ الراجل ده اصل فعلا ان انت فتح في وش بلبن، فانت عارف ان انت جاي تقش الليله منه. وعذرا كنا احنا لسه عاملين انا وانت الفيديو بتاع الشيخ وفيق اللي هو المفروض ملك الكسكسي. انا اسف هذا هو ملك الكسكسي حليب حلب. انت الان ملك الكسكسي بالنسبه لنا. السمن البلدي هو ملك الحاجات اللي بناكل الغدا. مكسرات جامد. جامد. السمنه البلدي بتاعته يا باشا. السمنه البلدي اول قطمه. اول قطمه. اعلان ايه اعلان؟ 10 من 10 يا جماعه. 10 من 10 اختياري. الله يبارك لك بجد. شكرا ليك يا عم صاصه انك بجد يعني متابع الجديد اول باول حبيبي. يلا بينا نروح للي بعد كده ونكمل في السعاده. ونخش يا جماعه اللي بعد كده. وزي ما انتم شايفين دي عاشوره بالمكسرات سعرها 27 جنيه. حلو والله. عاشوره يا ايام. والله احنا بقالنا كتير قوي ما كناش عاشوره. ايوه ده حقيقي. يلا يلا من دول. يلا اهو لازم اعزم عليهم. محسسني ان جايبهم في بيت خالتهم. اوكي انا هاخد حته. يا سلام. جاهز يا فوز وكاجو. يلا وانا عايز اقول لكم حاجه. بس المكسرات هتقع قوي. المكسرات هتقع تمام. بس بصوا العاشوره. ايه رايكم؟ حرام حوايج. لا يا كاتبين رجلي ورجلك وانت حرام وسايبها لغايه ما تقع. هنجيبها. انقذنا الكاجوهايه. هاخد نصها ودي نصها. خدت النص الصغير. بص انا مفيش يا باشا في عالم تاني. عالم سمسم. انتوا شفتوا الاختبار الفظيع ده؟ تحس ان انا متفق معاهم وهم عاملين لي الحاجه وايه قافش منهم عشان اعمل لهم الحركه دي. صراحه يا جماعه متفوقين جدا جدا جدا. تقيله قوي. جميله. سكرها حلو. مكسرات 10 على 10 زي ما قلنا. ارقامكم. طب ما بصوا انا هقول لكم حاجه. ذوقي الشخص انا مثلا كعاشوره مش هديه 10 من 10 بس دي ما فيهاش غلطه. طيب اعمل ايه؟ بس انا مش هقول لك انا حاجه. انت بتحب العاشوره او احنا متعودين عليها الاخف من دي الطريه سنه. اللي هي بنجيبها دي. ايوه هو انا عارف انت شاورت عليه. هو المحل هناك فعلا. ايوه فعلا. واخدين عليها. انما دي لا مكثفه قوي وتقيله متكلفه. عجبتني قوي الصراحه. ما تعجب الباشا. بس انا ذوقي الشخص انا ما عجبتنيش. انا عارف ذوق. انا فاهم ذوق وانا نفس ذوق على فكره. ما هو جاب الناحيه وهو شاور على اللي احنا متعودين عليه. طيب هي تستحق 10 من 10؟ هي تستحق. ذوقنا الشخصي لا انا ما جربهاش تاني. احنا بنحب نوع معين بخفية عن كده. خفيف عن كده بالظبط. كوكو 10 من 10 بس 10 من 10
ما انتوا لو واخدين والنعمه ما هتعملوا كده. ما هي دي المصيبه، ما بنقول احنا مش عاجباه، مش ما بنحبهاش كده. بس هي لينا ذوق تاني، بس دي مش قادرين نقول عليها وحشه، عارفين انها احلى. بما يرضي الله، هي ما فيهاش غلطه. عشرات ماشي غريب. اللي بعد كده عشر. غريب اول محل معانا بقى. ما انا مش عارف والله العظيم، انا مكسوف لنا، انا مكسوف لنا اه بجد والله. هنخش يا يعني حرام ادعي علينا حاجه منه تقع. طيب ابقى ظلمت المطعم، هو بيعمل حاجه كويسه. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. ودلوقتي مع اختبار الكواليتي الحقيقي، لان هو هنا استخدم حاجه فيها ضرب كتير، اللوتس. فقال لك انا هنا هعمل لك زي ما انتم شايفين كده طاجن ام علي باللوتس، وفي طاجن فخار. قال طاجن، جاب طاجن. دي سعرها كام؟ 35 جنيه. اختبار، دي اختبار، لان هو عمال هاي كواليتي هاي كواليتي هاي كواليتي، واداك حاجه بسعر قليل، وقال لك فيها لوتس كمان. يلا بينا ندوق. يلا. الله الله الله. اوكي، خلي بالك السخنه، سخنه اهم حاجه. سخنه عشان ايه؟ اصل احنا سخناها. انا عايز ادوق، عايز ادوق، خايف. طب استنوا يا جماعه بس تبرد وندوق. 5 minutes later. وبعد ان بردت يلا بينا نتذوق. هو الموضوع تقيل ليفل الوحش. ال- 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 التنين سد الحنك يا عم. سد الحنك ازاي؟ سد الحنك حاجه كده هي. اه هي حلوه على فكره والله. ما دي والله العظيم الله يبارك لك. الله يبارك لك. بس هي حاجه غريبه. بس عارفين. طب انا هقول لكم حاجه، هي حلوه بس بزياده عن اللزوم اللي تضرها. انا ده بالنسبه لي انا حسيتها كده. هي حلوه قوي وتقيله وكثيفه، وفي كثافه وسكافه. هي سد الحنك هي كده يعني. انا الصراحه ما ايوه، ما هو ما انا بقول لك ما عجبتنيش هي. لا هي عجبتني بزياده لدرجه انها خلتني من السكر. ممكن نفسك تجزع من جزعت من السكر. ده لوتس ولا لا ما اعرفش بصراحه، لان هو زي ما تقولوا لما سخناه طبعا سحسنا، فقلب على زبده وسبناها فتره برده، فول سوداني واللبن برده نشف صراحه فيها. بس يعني مش قادر اظلمها، لان ام علي طبعا لازم بتتاكل تتسقسق باللبن كده وهي لسه طالعه وتتاكل على طول. بس انت لو نفسك في حاجه حلوه تمام قوي، يعني عايز اقول لك هتعمل معاك دماغ حلوه يعني. ونظرا بقى احنا بقى سامحنا بقى حليب حلب بصراحه، احنا لما صدقنا لقينا لك حاجه كده اي مزبط. حاجه صراحه يعني. فلا دي هتاخد معايا، هي ب 35 جنيه وجايه فخار من تحت الفخار. هتاخد 7. هتديها كام انت يا كيرو؟ انا هقول ما عجبتنيش. ايوه رقم ده مالك يا ما قول اللي عايز كده. ما عجبتنيش دي معناها واضح وصريح. قول عايز لا اقول رقم. هو مكسوف ولا هديها 0 وانا هديها 5؟ انا بالنسبه لي في المتوسط. هي انا مخايف اكون ظالمها وتكون لا عارف. بص بس هي بينا ما بينك، هي بص هي اتظلمت. لا هي بقى لها بتاع ناصبها بقى ساعه ساعتين ناصبها معانا بقى. هي الكهرباء قطعت عليها حظها كده بقى. بس هي حلوه. أنا حلوه يعني. أنا خلاص. الهوين الحلويات تقيله خلاص. عشان كده الفيديو هيطول قوي. هم 5 هم وصاصه 7 وكيرو 0 وركب الميكروباص وهيروح يجيب اللي بعد كده ويرجع. ورجعنا يا جماعه معاكم باخر حاجه بدي كوفرز كوفكس ماكس 14 بلس ب 45 جنيه. ايه اللي هم ايه كوفكس ماكس ده؟ ايه يا عم اتلخبطت ليه؟ حلويات ايفون لا مؤاخذه. كوفكس ماكس كوفكس ماكس كام جيجا دي يا استاذ؟ 45 ب 45 جنيه. يلا بقى له ساعه بيحفظ فيها في الاخر غلط. يلا وختامها مسك. يلا نشوف مسك ولا مش مسك. انت بتسبق ليه؟ هو انت اللي قبط؟ لا امال بيسبق ليه؟ هو قال لك يلا نشوف ختامها مسك. حاجه يا جماعه ايه ده؟ ولا مش مكس؟ ما احنا ما نعرفش هي اسمها كوفكس مكس. احنا ما نعرفش هي ايه. هو ده اختراعاته. في حاجه تقيله من تحت معدي. دي بسبوسه اكيد. ايه ده؟ مش حاسسها بسبوسه. لا ايه ده؟ دي حاجه فيها قهوه. قهوه ايوه. انا اول ما جت القهوه انا انبسطت. انا شكحت عيش غراب. عيش البلبل. عيش غراب وعيش بلبل ايه؟ بلبل مين؟ انا اعرف حد يقرب لك غراب مين؟ ما انا انت عيل غراب صحيح. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مين يا عماد؟ زي صوص قهوه كوفي. حاجه صوص كوفي اسمها كوفكس. يا نهار اسود على الجهل. هي اسمها كوفكس. يا نهار اخضر. ما يسوهوني كوفيكس قهوه. كوفي اكس كوفيكس. كوفيكس مركزه. كوفي اكس مركزه. طب انا بالنسبه لي انا طبعا
دي دي دي, دي ملعبي ده ادمان ده هيلاقيني عنده كل يوم. انا قلت هي انا اللي بحبها. انا قلت انا اللي بحبها. انت اللي بتحبها واحنا بناكل. ما انا ما حسيت ان في ايوه احنا سبناك انت تحبها براحتك. طيب هاخد دي وارجع لكم عشان هم هيضحكوا عليا. طيب هقول لكم حاجه منظرها غريب بس هقول لكم حاجه. انا ما هعمل اللي انت عايزه. اعمل اللي انت عايزه. احلى حاجه عدت عليا النهارده انا شخصيا وذوقي الشخصي انا عاشق للقهوه. الاختراع ده انا كل ما ابقى معدي من قدام مطعم حليب حلب جميل جمال انا هروح اجيب عشان مش انا بتكلم جد قوي ورحت قال بعطل في النص. ال 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 جميله تحفه. صوص كده مش صوص كريمه قهوه. بصوا منظرها من تحت اهي عشان انتوا ما شفتهاش لان كان عليها الحليب. رئيس لعشاق القهوه يا جماعه. لا 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 العشاق القهوه واللي مش عشاق القهوه الموضوع جميل. انا ما قلتش انها وحشه على فكره. انا بالعكس ده انا اللي من الاول بقول حلوه. لا لا انا 20 من 10 قولوا ارائكم وارقامكم عشان نقفل الفيديو. حلوه بس انا مش يعني طعم القهوه حلو انا كده كده برضه بحب القهوه. ايوه بس اذا كانت دي عجينه او ده زي سبريد. هو ايه اللي لا مش سبريد. ما هو يا عم سبريد كتكته. ما هو يا عم كتكته دي ما هو سبريد اهو 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 بقت سبريد ده. شايفين بقت عامله ازاي اللي كانت مكتكته بيقول عليها دي اول ما مشيت عليها المعلقه اديكوا شفتوا اهي سبريد. سبريد يا جماعه يعني حاجه بتتفرد زي الحلاوه اللي سبريد الجبنه اللي سبريد يعني هي هي سبريد اهي 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 والمصحف اهي سبريد اهي. ما تعليش على نفسك عجب ما تتكسفش. احنا ما احنا هم عارفين ان احنا ما بنطبلش مش هنوحش حاجه حلوه عشان ما يقولوش ان احنا بنعمل اعلان. الحاجه جميله وقول رايك برضه انا ماليش دعوه عشان ما بقاش اثرت عليك. مش مستصاغه قوي برضه. طيب خلاص انا دي احلى حاجه عدت معايا ده راي شخصي وما فيهاش اي مشكله. انا راي شخصي احلى حاجه علشان انا بحب القهوه انما لو انا ما بحبش القهوه هتاخد 10 من 10 زي الباقيين. هذا راي النهائي. عم صاصي ما تتخانقوش يا جماعه مش مستاهل. احنا ما بنتخانقش. انا عارف انا بهزر بفك الاشتباك. لا يا باشا لا ما فيش اشتباك. لا ده على طول متواجد ما بيننا. بص هي جميله وكل حاجه بس بالنسبه لي هي مش احلى حاجه في النهارده. لا لا طبعا ده لازم حد يكون بيحب القهوه و10 في حاجات عجبتني اكتر من كده صراحه. أيوة هي حلو انا بالنسبه لي اديها 8 من 10 بس في حاجات جت علت عليها بالنسبه لي. تمام كوكو 7.5 من 10. انا للاسف طبعا انا 10 من 10 ودي زي ما قلت لكم هيبقى ملاذي الامن لما ابقى عايز احلي بصراحه. الدايت باظ. انا لازم انا بعمل دايت مين انا ما احنا انا حرام عليكم انا مش عايز اجي لكم مش عايز اشوفكم تاني. طيب اوفر اول يا جماعه حليب حلب 10 من 10 جمال. يعني ما 9.5 من 10 في ميلك تشيك هتجيبه. معلش احنا والله السكر استنوني يا جماعه هجيبه من الفريزر وارجع لكم. واخر حاجه معانا يا جماعه النهارده للاسف ده ميلك شيك مكسرات. واول مره نسمع عن ميلك شيك مكسرات. ده سعره 45 جنيه. انا مش عارف. اتفضل يا باشا دوق. ابدا اتفضل. والله لا والله لا 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 انت اخويا الصغير لازم الرقفه بالصغير. بخك مش عاملين قبل كده. ما تقول على بتاع مش عاجبك يا جماعه. اخوات والله اخوات. ايه ده سكر عالي قوي. وتحسه عصير مفيش مفيش مكسرات. وغير مفيش مكسرات مش تقيل زي الميلك شيك. تحسه سموزي او مشروع اللي تقيل السكر. تقيل جدا سكر كتير جدا. تحس ان اوريو ما انا ما احسش انه حاجه. لا حاسس انه في صوبيا كده في الاخر. صوبيا فانيليا حاجه كده. ايوه ما هي البهايا صوبيا فانيليا. صباح الفل. اوت. دي بالنسبه لي انا اول لا 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 لقينا حاجه واقعه. لا 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 انا مبسوط في المطعم والله العظيم عشان انا ما بحبش ان احنا نطلع ما ننتقدش. ازعل ازعل احنا اساسنا الانتقاد. لا بصراحه هي مش ميلك شيك. انا يعني اللي حسيت بيه طعم صوبيا كده. انا اقلب انا حاسس في حاجات مجمده فوق. نقلبها ونرجع ناخد شفطه تاني. ماشي طيب. انت دوقت اساسا خلاص ما دوقتش بعد التقليب. يلا انا هدوق بعد التقليب المكثف. فرقت في السماكه ولكن الطعم والسكر زياده قوي قوي قوي. هي خفت السماكه اللي كانت بنشربها كانت صعبه قوي. هي كده خفت بس برضو السكر عالي شويه. شويتين. لا مش يا عم ما تقعدش تطرطش علينا بقى. لا انا دي بصراحه هي يعني لو بنتكلم ميلك شيك هي لا هي مش ميلك شيك. هي مش ميلك شيك. لا لا حته غير الميلك شيك. والسكر
ضاع منه خالص هنا سكر. يعني لا تعبتني فنفسي موعي كده اوفر دوز سكر خلاص. انا زعلان ان انا هقول حاجه النهارده معايا صفر. هتدي انت كام؟ هديله 2. صحنين عننا شويه. انا يمكن عشان بحب الحلويات شويه بس هو اوفر صراحه يعني، او يمكن عشان احنا زودنا حلويات قوي. لا هو لوحده هو معلش. لا يا باشا الحلو المظبوط بيبقى مظبوط. لا هو اوفر طعمه يعني. سكره زياده قوي قوي. طيب اوفر اول يا جماعه حليب حلب جميل جمال ملوش مثال. احنا قلنا اساسا الاوفر بتاعتنا انا قلت 9 ونص. احنا قلنا كل 10 وانا قلت 9 ونص. انا ما قلتش حاجه على فكره. لا قلت 10. انا قلت 10 بس انا ما قلتش حاجه. ما ده مش عارف. لا ما كل واحد اضرب نفسه. انتوا اتسرعتوا وقلتوا ارقامكم. انا قبل هذا. لا بس برضه بعد هذا 10. انا بعد هذا الاخ ما هي من 9 ل 9 ونص. 9 الا ربع. لا 9. لا 9 مش قادر بصراحه. لا افترى يا عم في حد بيقول ربع النهارده. ما خلاص 9 9 يا جماعه. هو لا ده الجنيه ملوش لازمه يا راجل تقول ربع. طب انا برضه حاسس ان 9 قليل. ما طبعا كل حاجه واخده 10 معانا. انا بصراحه غير واحده 0 وواحده 9 ونص. لا 9 ونص. ايوه كده تعالى لاخوك. لا ما بصراحه تعالى لاخوك يا فواز. الشهاده لله بصراحه. طيب يا جماعه رمضان كريم عليكم. فيديو جديد من السلسله اليوميه بتاعه رمضان. تعبنا جدا معاكم. ادعمونا باللايك بالله عليكم. عايزين منهم ايه يا عم كوكو؟ 20000 لايك شير الفيديو ده في كل مكان. وايه تاني يا عم صاصا؟ قول زي ما بتقول كل واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر التنبيهات عشان يوصلوا كل جديد. بنشوفكم على خير فيديوهات جديده. وكان معكم جوكر شبوي وكيرو وصاصا. سلام.